عمليات كرم نحتاج تحضير لجميع الجهات. أبشر الآن يا مؤسسة الدولة العربية، أرسل عمليات معك عرب 81. يا مؤسسة جنوب آسيا، أرسل عمليات معك جيم 11. يا مؤسسة تركيا، أرسل عمليات معك 6. يا مؤسسة أفريقيا، أرسل عمليات معك 11. يا مؤسسة إيران، أرسل عمليات معك 3. يا مؤسسة جنوب شرق، أرسل عمليات معك شرق 4. يا مكتب الزمازمة، تفضل معك زمزم 3. يا مكتب الوكلاء، أرسل عمليات وكل 4 معك. يا مؤسسة الأدلة، أرسل عمليات معك الأدلة دال 4. جميع الجهات معانا الآن على الشبكة. عرب 81 جيم 11 تا 6 ألف 11 را 3 شرق 4 زمزم 3 وكل 4 ودال 4. تفضل. كما تعلمون أخواني بالوضع الراهن نتيجة الفيروس المنتشر، نسأل الله لنا ولكم وللعالم تمام الصحة والعافية، ونعلم مدى حرصكم ومجهوداتكم لتوعية المجتمع، ونأمل التأكيد على ذلك. مؤسسة الدول العربية، ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها؟ قمنا بالتوعية واتباعات الإجراءات الاحترازية التي قامت فيها وزارة الصحة، ومن أهمها الابتعاد عن الاجتماعات وتجنب المصافحة، ونسأل الله السلامة. يعطيكم العافية. جنوب آسيا، قمنا بالتوعية واتباع الإجراءات الاحترازية التي نشرتها وزارة الصحة، من أهمها تعقيم الأسطح وعدم المشاركة في الأدوات الشخصية، ونسأل الله السلامة للجميع. يعطيكم العافية. تركيا، قمنا بالتوعية واتباع الإجراءات الاحترازية التي قامت وزارة الصحة بنشرها، ومن أهمها الحذر من رسائل التصيد الإلكتروني. يعطيكم العافية. أفريقيا غير العربية، قمنا بالتوعية واتباع الإجراءات الاحترازية التي قامت وزارة الصحة بنشرها، ومن أهمها ارتداء القفازات والكمامات، أسأل الله السلامة للجميع. يعطيكم العافية. إيران، قمنا بالتوعية واتباع الإجراءات الاحترازية التي قامت وزارة الصحة بنشرها، ومن أهمها مسح المعلبات بالمناديل المعقمة. يعطيكم العافية. جنوب شرق آسيا، قمنا بالتوعية واتباع الإجراءات الاحترازية التي قامت وزارة الصحة بنشرها، ومن أهمها فتح النوافذ وتهوية المنزل باستمرار. يعطيكم العافية. الزمازمة، قمنا ولله الحمد باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة وإنفاذ التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة والجهات ذات الصلة، مع استمرار المحافظة على أعلى درجات التعقيم لمخرجات المكتب. يعطيكم العافية. الوكلاء، قمنا بالتوعية واتباع الإجراءات الاحترازية التي قامت وزارة الصحة بنشرها، ومن أهمها الدفع ببطاقة الصراف الآلي. يعطيكم العافية. الأدلة، قمنا بالتوعية بضرورة البقاء في منازلنا من أجل الوطن، وكذلك التوعية بضرورة عدم الانسياق وراء الإشاعات، وكذلك عدم فتح الروابط المشبوهة. يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك. عموم الجهات، خلوكم معنا على الشبكة في مداخلة من معالي واو واحد مصاد. تفضل معاليك. كلنا مسؤولين، إن من يتابع التدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية يستطيع أن يعي بأن المحور الرئيس حول هذا كله هو الإنسان والحفاظ على سلامته وصحته. حكومة المملكة العربية السعودية بذلت الغالي والنفيس فقط لحماية المواطن والمقيم، فدعونا نتعاون مع بعضنا وأن نحمي وطننا ونحمي بيوتنا ونبقى في البيت. الخروج من المنزل مخاطرة، ولا نريد أن نؤذي من حولنا من أحبابنا. إن الابتعاد عن هذه المخاطر ومخاطر التجمعات العائلية هو دليل وعينا، وبقائنا في البيت هو أحد الأدلة التي تعي وتدل على وعي المجتمع، لنكون مسؤولين ولنحافظ على أحبابنا وصحتنا وأنفسنا ووطننا، لأنه يستحق.
رفع راسك على كل الأمم يستاهلك يستاهلك ومن ثنى بالسيف دونك والقلم يستاهلك 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 من دعا لله وشرع وحكم يستاهلك يستاهلك ومن أرفع راسك على كل الأمم يستاهلك يستاهلك ومن ثنى بالسيف دونك والقلم يستاهلك 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 نستاهلك يا دارنا حنا أهلك انت سواد عيوننا شعب وملك يستاهلك يا دارنا حنا أهلك